هاي تشكيلات أول 10 لاعبين في طريق الأساطير للموسم الماضي، وبعد نزول دوقة الخناجر تحولت التشكيلات 180 درجة اللي راح تشوفوه خلال هذا المقطع، من تشكيلات لافا، جولم وحتى جاينت بدون جريفيارد، فقط جاينت. مرحبا شباب الريبلز، معكم هيما كوك. اليوم جينا لكم فيديو جديد من كلاش رويال مع الريبلز. شو طمنا عنكم؟ بعرف صار لي 3 أسابيع مش فات لكم لايف ولا أي شيء، ولكن زي ما شايفين هون إخوان لسه بعدني مريض، طالع من رشحة بنت حرام، ولكن قلت لازم أفرجيكم هذا المقطع. حاليا تشكيلات كلاش رويال عملت شفت هائل بسبب البطاقة المعاصرة الجديدة، بطاقة الأبراج الجديدة الداجر داتش. اليوم راح أفرجيكم التشكيلات التوب الحالية عم بيلعبوا فيها. تحول التحول مفاجئ، كان كلياتها سايكل وصارت هسه كلياتها بيت داون. بيت داون تعني تشكيلات كثير ثقيلة، جاينت، جريف يارد، جولم، بالون، فريز، تشكيلات كثير غالية، بتعتمد بالهجمة انك تفتح من ورا برج الملك وضلك ماشي على البرج تبعه. لورد اكس ضيعكوا خلال هالفترة بالتشكيلات اللي هو يعني هو فرجاكم اياها. اليوم جايكم انا بالصافي، حلو؟ خلينا نبلش بأول تشكيلة لأو بي سام. هسه حاليا أو بي سام وصلنا فيها الثالث على العالم وفايز يعني على طحشة ناس ورا بعض. فراح نفرجيكم اياها. تشكيلة صراحة جدا قوية انا شايفها. راح ضل اعمل نفس الشيء انا صراحة. ما بدي الجاينت ياخذ كثير دمج عليه. وعم باخذ انا كمان دمج على اللافا اللي على البربيريانز. هسه كله عم بيلعب هاي الناحية. البومبر اخذ ضربتين. ضربتين اخذ بس. هسه كله عم بيلعب لافا، جولم. فيك تشكيلة لافا افرجيكم اياها. جاينت، جندي جريفيارد، سباركي. تشكيلة سباركي لازم اندفعت. اللي فيها مع البومب اللي هي يا جمع الاكسير. كثير اسمعوا الميتا كثير مقرفة. انا للامانة من لما نزلت الدايجر داتش ما قربت على اللعبة. تفتح حسابي على الرويال اي بي اي بتشوفوا كل يوم جيمين ثلاثة بس. ما في عندي استعداد ولا 1% انه العب اللعبة مع وجود الدايجر داتش. بالحالة هاي انا شايف لازمها نيرف اضطراري، واللعبة ما تعملها نيرف. ليش هيما؟ لانه هسه هي بس خلينا نلعب هاي هونا. اتوقع هذا غلط نوعا ما صح؟ لانه في فاير بول فراح يفك التشارج عنه. بعدين هاي هونا حلو صرت السكيتون دراجونز هذا اللي بدي اياه انا في هونا. حلو طيب. مع من الاشي الكبير بس هو ضرب الفيربول صح؟ فهون بدنا نحشي لنا شوي من مين؟ من اللافا، من الكوليكترات. اتوقع هاي الهجمه اذا بدافع عنها جيجي هو خسر. جاينت عشان نتنك عن قاع. اوكي حلو الفيربول برماها. اتوقع هسه هو راح يبلع. راح نشوف ليش هاي هونا. حلو حلو. اتوقع انه خسر. اتوقع انه خسر. في معاه فاير بول. اوكي هاي هونا. اتوقع انه خسر يا جيجي. سو هاي اول تشكيلة كثير قوية، بنصحكم جدا تلعبوا فيها. التشكيلة الثانية اللي راح نلعب فيها لزودياك، لاعب توب حاليا تصنيفه الى 10 على العالم. يعني تتذكروا كيف كانت السايكل بكل مكان وزمان وكل التوب عم بيلعبوا سايكل؟ تشكيلتهم كثير صعبة، ما حد بيعرف يلعب فيها الا هن. يعني بتقدر تلعب فيها ولكن بدك تعد كثير وتعد سايكل وتعد وتعد وتعد. هسا التوب عم بيلعب تشكيلة بيت داون، تخيلوا انه كيف يعني صار في شفت كبير بالميتا. فالتشكيلة الثانية زودياك موصل فيها حاليا العاشرة على العالم. اخر جيم لعبه من دقيقتين 10 ثواني ضد مين؟ ضد ساند بوكس، يعني لعب بالفاينلز بكلاش رويال بشهر 11/2023 وخسر. صح، بس تعقيبا على المباراة الأولى في اشي لازم أقول لكم عنه، اللي هو المباراة الأولى أنا كنت ألعب باللايتنينج مش بالأسهم. تشكيلة الجريف يارد الجاينت لعبت فيها حاليا فيها أسهم زاب. بس قول لي يا هيمو ليش بتلعب مع اللايتنينج؟ سؤالك جميل ولازم ارد عليه. لانه طبعا هون طرف يبقى من ايده، لانه مضاد للبمب ماشي اهم شيء البمب، وبرضه مضاد لتشكيلات الجولم يلي فيها الكترو دراجون. انا في معي هيلر، في ناس تلعب فاير بول مع اسهم عشان يقتلوا الكترو دراجون. فهسه انا بالبمب باللايتنينج التشكيله الاولى
بصيده أو بصيد البمب خاص بالتشكيلة الأولى. خلص نرجع التشكيلة هاي. التشكيلة هاي زي ما انتم شايفين في عندنا هون طبعا في معه هو مين؟ ما لعبهاش والله. أوكي توقعت يلعب أيوة كراكر بس ما لعبها. ما راح أعمل شيء هون. حلو نلعب لعب زي ما زي قبل. حلو قتلناها الكراكر. ما راح نعمل ولا شيء هون. تمام طيب كيف بيلعبوا هذا رويال هوجز؟ توقعت طيب هاي هون هون. حلو دفاع مش محكم بس جميل صح؟ لانه كان معك سير انا اعلى منه. لو انه نفس الكسير كان قضى علي. هاي بالنص. بعدين بربيريانز هون طورات فيربول ما بيموتوا. حلو غلط غلطة حياته يا غلط غلط كبير انا عمل هاي الحركة. هو ما مع بربيريانز ومع ميني بيكا لعب ميني بيكا في مع جوبلين جانج اول ما يلعبوا مش بحطهم زاب. فيربول يا حرام كثير متأخرة. كراكر عادي. مين مش عادي؟ الجوبلين جانج مستوى 14 للأسف. الجوبلينز العاديين بموتوا بالضربة. سلم اللعبة ان جي جي. انا اسف اخوان لاني مش كثير متحمس بس جد رياضة. المهم المباراة الثانية تشكيلة زودياك كثير اسطورية. التشكيلة الثالثة لأوسي ديستا اخر مباراة لعب فيها ضد ريملي فايز عليه. عم بلعب باللافا هاوند تقييمه حاليا ترتيبه 56 على العالم. حلو هاي التشكيلة. اذا بتلاحظوا شغلة كمان اخوان ان هذا الاشي مش بايدي انه الكل عم بلعب بالداجر داتش. انا حسابي الرئيسي حاليا ما فيه داجر داتش. دقيقة هاد هنا بدنا ندافع دفاع محكم ليش نجيب العيد. فاير بول جدا سيئة اسف يعني زاب ياف. هي كله صح الا الفاير بول غلط. لا 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 وصل واحد اتس اوكي. دفاع كله سيء بس مش مشكلة. خلينا نركز على التشكيلة. اخر مباراة لعبها من ساعة 58 دقيقة كانت ضد ريملي وفايز عليه وبعدين خسران بعدين فايز فايز اوكي. يعني لو تلاحظوا شغلة بهجمته هذا الشاب هسا يا اخي ما عمل هالدمج. هسا اللي هسا اخر هجمة ما عمل الدمج. هو اول شيء لان احنا خبصنا بالهجمة. المهم لعبه كثير كسير مش بخليني العب براحتي. يعني طلعوا فعلى برج الملك الداجر داتش لحالها شالت المايتي ماينر وانا رميتهم فاير بول بس عشان اقتل اللي وراء الوول بريكرز. سو هون صرف هو كثير كسير. لعب اربعة مع خاصية خمسة ثلاثة ثمانية واثنين تسعة عشرة عشرة كسير لعب. فهسا انا راح اعاقبه على اللي عمله لانه لعب كثير كسير. راح نشوف قديش في فرق بينه وبينه كسير كسيرين. في فرق بينه وبينه كسيرين او ثلاث تقريبا. ماشي راح نلعب هون بومبر بومبر. طيب راح نلعب هون البومبر هون هون. بحاول يضغطني ليه؟ بحاول يضغطني ليش؟ عشان ما اكمل هجمتي والهجمة تكمل اجباري. هسه هو ما مع اشي قدام اللافا هاوند. طيب شو ممكن اعمل؟ لافا هاوند ثانية يا ليش لا يعني. ماشي هو بده يشيل اللافا بابس. حلو مع اسهم نايس. لعب الخاصية راح نلعب هنا هذا هنا وهون زاب مطورة. فشو ما لعب قدامها للكراكر راح يبلع. اللافا هاوند قدام الداجر جدا قوية بس هيك يقدر يدافع عنها لانها الداجر مجرد ما خلص من اسهمها خلص على جيجي ما بد... يعني ما في شيء يقدر يعمله. ممكن اسلم البرج اليمين انا صح؟ يا لانه فايت عليه اول ان راح اسلمه اياه. صار شوي اللعب يعني اخر شوي اللعب قصدي. نلعب هاي هون والبيبي دراجون. ترى اذا حطوا عم بلعب البيبي دراجون ليش؟ لانه الكل عم بلعب سبلاش هسه. حلو؟ فالبيبي دراجون يعني منيح. يعني اللافا هاوند بعد ماسك البرج الرئيسي ما بيقدر يسوي شيء ما بيقدر يسوي شيء بالمره. سو برضه كمان المباراه الثالثه جي جي بلاي. هسا بدي اطلع من مود لعب البيت داون ولكن هاي التشكات الثلاثه اللي بنصح فيها عشان ترفع فيها قوس. ما بدها سكيل تبني هجمة وتهجم فيها. تشكيلة الرابعة محمد لايت عم بلعب فيها. خلينا هسا نفرجيكم اللعب الأسطوري بالتشكيلات السايكل. لعبت مباراة قبل هاي نفس التشكيلة فزت فيها طبعا ولكن ما راح افرجيكم اياها لانه الخصم عم بلعب بالبريسز تاور.
وبرضه كمان هاي المباراه بلعب بس استوى. فللاسف انا كنت حابب افرجيكم قدام الداجر داتش، انه اصلا هي معموله للداجر داتش. ليش معموله للداجر داتش؟ طريقه اللعب تاعت محمد بهي التشكيله، بيلعب الايس جولم زي ما لعبته هسا عشان يتنك لمين؟ للماينر. فالداجر داتش بتطلع كل اسهمها على الايس جولم، كانه كان دفاع ابو جلب بس ما عرف. والله كان دفاع بس ما عرف. المهم عرفتوا كيف الكومبو بيكون صح؟ للاسف هذا اللاعب كمان عم بيلعب بالبريست تاور، مع انه شيء جدا غريب. حاليا 95% بيلعبوا بالداجر داتش، 4% بيلعبوا بالكانونير، 1% بيلعبوا بالبرنسس تاور. فهسا بنلعب ماينر لحاله، ولكن قبل لا تلعب الايس جولم، اذا تلعب قدام الداجر داتش لازم تلعب الايس جولم يسحب كل الخناجر، بعدين تلعب الماينر على البرج في حال كان بيلعب الكوليكتر او بس بدك تاخذ على الشيب دامج. هاي تشكيله من تشكيلات السايكل اللي بتاخذ فيها بس تشيب، فاذا انك تبلع من بدايه اللعب دامج يعني حذاري. هذا هنا حلو. ما عندنا لعبة ما إنها صديقة. طيب هنا صراحة أنا أخطأت باللي عملته، لازم أعطيك كل هذا الدمج أنا. بس نسمع الوضع هذا. هذا هون، هذا هون. راح اخلي معي السكيلتون لانه بدي اجر الفارس لجهة مثل برنس كذا. ما ندرش هنا تسلا هون. راح نرمي بالله هون بعدين اعطيه بريدكشن. حلو الشاب لعبه نايس، سايكلو جدا جميل. هايو انا ناسي تسلا بعدها موجودة. اوكي مش مبين معي صراحة، في تحت الارض مش مبين علي. طيب راح استغل انه راح استغل انا مين؟ بويزر؟ اتوقع غلط هذا، هاي الحركة يعني. شيل وراه. حلو يا هيمو. طيب ماينر هنا. شو حلعب تسلع على الجاين؟ اوكي. طيب. لا يا تسلا، لا يا تسلا. لا! اخذ ضربة يا زلمة. وهي لعبة مسوى بالتسلا. خط كهرباء يا رب يكون اتفصل. انا وصل. اوكي طيب ترى شغله، افضل وسيله دفاع هي الهجوم، فلازم انا اظني هاجم عليه اضغط ما اخليه يبرح. اوكي مثل برنس هنا. تسلا عاليه، بلوج هنا عشان البالون يجي قدام الجاينت، بعدين هياكل عطمية هنا. هذا هنا قصية سريعة يا هيمو يا الأسطورة، والله دفاع يدرس. الماينر نضرب بويزن هنا. حلو والله دفاع يدرس. توزيع اللعب، توزيع مع ماينر هو مع بلوج لعبها. تسلا تقضي على كل شيء، كل شيء تقضي عليه، وما بقدر يلعب بس انك تبالون علي كمان يعني. ماينر هاي مره قدام مع بويزن، مره ثانيه كمان على الجوبلينز. بريدكشن جوبلين جانج جاينت. اتوقع انه جي جي اللعبه. سايكل صواريخ انا. تسلا ثانيه اند جي جي. هاي هي افضل اربع تشكيلات، واحده فقط سايكل يلي انت اذا حتلعب فيها، وثلاث تشكيلات بيت داون. ولكن للاسف انه الكل عم بيلعب بالداجر، يعني حتى انت كمان بهاي التشكيلات لازم تلعب بالداجر لانها اقوى بطاقه ابراج موجوده باللعبه. يا رب تاكل نيرف، اتوقع هن متاخرين كثير بالنيرف لانه البطاقه نزلت المصاري، فما بدهم الناس تتدمر. انا دفعت مصاري على البطاقه وبعدين يعطوها النيرف. تمام وكمان ريبز، هاي التشكيلات اتمنى تكون عجبتكم. لا تنسوا من اللايك تعليق جميل، انتظرونا بالفيديو القادم ان شاء الله. في ساعه